ما حسيناش ان احنا عندنا محافظ. اول مره محافظ يجي اسكندريه وما نحسش ان احنا عندنا محافظ. طبعا انا مبسوط جدا وكل الناس فرحانه جدا ان هو ساب المحافظه، ان احنا ما حسيناش بيه اصلا. احنا بنشوفه مثلا بيلبس فينيلا وشورت وبيجري على البحر، هو جاي من انجلترا زي ما بيقولوا عشان يجري على البحر بس. كل نسيبه سودا ليه راكب الترام، عازم الناس على الترام، عازم الناس في الغداء على الترام. مش عارف انا ايه اللي عاجبه في الترام، عنده البحر هو غرقان ميه ممكن يعزم الناس على الميه دي، مش مشكله يعني. لا هو كان من زمان يعني، المفروض من زمان مش دلوقتي. ان اللي حصل النهارده ده المفروض يعني اسكندريه معروفه كلها شتا، ازاي ما يعني ما عملش حسابه يعني الكلام ده، واروح الناس دي ذنبها ايه ده؟ مين في ذنب مين يا فندم؟ بص هقول لحضرتك حاجه، احنا مش هنعوض سياده اللواء عبد السلام المحجوب، واحنا مش بنقول عليه المحجوب، احنا بنقول عليه المحبوب. لان محافظ سياده اللواء عبد السلام المحجوب ده كان يعني كان اب لكل شعب اسكندريه، وكان شايف شغله وكان بينزل من مكتبه وكان بيمر على الافران وكان بيمر على الاجهزه كلها اللي في اسكندريه والمجالس اللي بتاعت اسكندريه. لكن هذا المحافظ احنا مش حاسين بيه باي نشاط خالص وباي اهميه، واسكندريه ما بقتش اسكندريه زي زمان. فين العمل اللي هو قام بيه زي اللي قبليه، وخصوصا سيادة اللواء عبد السلام المحجوب. سيادة اللواء عبد السلام المحجوب كان مخلي اسكندريه يعني باريس الثانيه، ده مش ملاحظين منه اي حاجه خالص. يجي يتفرج على الميه اللي واقفه في الشوارع والميه اللي واقفه تحت الانهار. احنا عايزين نشوف يعني حاجه في اسكندريه ترجع اسكندريه لرونقها القديم، اسكندريه اللي الناس كلها بتحكي عنها، اللي الناس كلها بتشتاق ان هي تنزل اسكندريه. لكن احنا بصراحه كشعب اسكندريه وكاهل اسكندريه مش حاسين ان احنا قاعدين في مع احترامي للناس، وانا راجل ريفي بعتبر نفسي ان انا عايش برضه لسه في 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 حاجات يعني المفروض ان اسكندريه تكون احسن من كده. مش عايز اقول ان احنا قاعدين في عزبه ولا بتاع ولا كلام من دوت، لا. ايه الفرق بين اسكندريه وايه الفرق بين الاقاليم؟ هو مش عارف يعني ازاي يعني الرئاسة والناس اللي هم ماسكين الدولة وبتاع وكلام من دوت سكتوا عليه ليه من ساعة ما مسك لغاية وقتنا هذا؟ ايه اللي عمله لمحافظة اسكندرية؟ مش عايز اقول لان اسكندرية دي بتمثل يعني جزء كبير جدا من جمهورية مصر العربية. فدي احنا انا واحد من شعب اسكندرية في قمة السعادة ان هو ساب اسكندرية ومشي. انا اقدر اقوله حزب الله ونعم الوكيل فيه، وهو يعتبر ما كانش موجود يعني في المحافظه اساسا يعني، فاستقالته زي عدم استقالته يعني. والله انا اتمنى اللي يمسك يخاف ربنا قبل كل شيء، والارواح اللي راحت دي ذنبها كلها في رقبته، واي حد يمسك مكانه يكون راجل يخاف ربنا قبل كل شيء ويخاف على البلد دي، ده اهم شيء عندنا، ويحافظ على اسكندريه وعلى نظام اسكندريه ما كانت موجوده الاول. طبعا انا مش عايز اقول لحضرتك برضه الزميل اللي قبليه قال ان المحجوب ده كان من الناس اللي شافت اسكندريه وعملت عروس اسكندريه فعلا.